شكرا لك ابو عمر، حياك الله. علاء من تركيا، حياك الله. اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا موضوعي مختصر، ما اريد اطول عليكم، اعرف ضيق وقت البرنامج. لكن احنا الجاليه العراقيه في تركيا بكل طوائفها، بكل الاقامات اللي عندها، سواء كانت اقامه انسانيه او الاقامه على اليو ان او السياحيه او العقاريه. نعم. مثل ما تعرفون قبل 4 أشهر بدا رفض الاقامات، وخاصه اكو تشدد في محافظه سرسون، هي على كل الولايات التركيه رفض الاقامات السياحيه او توقف الاقامات السياحيه. عندنا عوائل طفوا امورهم بالعراق في وقتها كانت متهدده وطلعت الى تركيا. حاليا من رفضت الاقاماتهم ماكو مأوى، يعني ما يقدرون يرجعون للعراق او امورهم ما تساعد الرجوع للعراق. هذه اول فقره. ثاني فقره، سفير عراقي ما عندنا في تركيا، مع الاسف يعني ما عندنا سفير عراقي، ماكو احد يدافع عن حقوقنا. الجوازات اللي طبع الجوازات شوي كل شيء معرقليها، طبع البطاقه الوطنيه معرقليها هنا في تركيا. عندك المدارس العراقيه جدا غاليه، الاسعار مالتها كلش غاليه. اكو ناس يعني اضافه اذا معترف بها او ما معترف بها داخل البلد، هذا بالضبط. اي اكو معترف بها واكو غير معترف بها. عندك التصديق الوثائق، تصديق وثائق الطلاب، عندنا الناس اللي تقدم على اجازه السوق التركي اللي عنده اجازه سوق عراقيه تطول سنه، يعني هو يروح يسوي صحه صدور مثلا من انقره سنه كامله الله يستلمها. وهواي امور عندنا عراقيل سببها سفير عراقي ماكو. وبالاخص هسه احنا عندنا شغله الاقامات، يعني على الاقل يجي احد يقول مثلا يا بالاسباب، عندنا ناس مستحقه، عندنا ناس تتعالج بمستشفيات تركيا رفضوا يقايمهم. فاتمنى يوصل صوت العراقيين. اخوك علاء حسين الربيعي. حياك الله اخوي علاء. الموضوع اللي حكاه الاخ علاء والموضوع طلعناه قبل شويه وكله باختصاص وزاره الخارجيه. بلد ما بي سفير واكو تمثيل دبلوماسي إلى هاي طامه كبرى. على الأقل لما يكون البلد ما بي سفير، إذا فعلا كان ماكو سفير عراقي في تركيا، أكو بديل أو من يقوم بأعمال السفير لحد ما ينتدبون واحد. ومن المفترض أنه أي سفير في أي بلد من بلدان العالم هو همه حل مشاكل الجالية اللي هو يمثلها.